معنا عبر سكايب الكاتب الصحفي وأحد المشاركين بالوقفة الاحتجاجية عيسى البرطي. أستاذ عيسى، مرحبا بك. مرحبا بك أخي الكريم، تحية لك ما وللمشاهدين. الذي أسفرت عنه الوقفة الاحتجاجية؟ أخي الكريم، الوقفة الاحتجاجية كانت حقيقة مشرفة، اجتمع فيها جميع الطلبة اليمنيين، حتى اللي ليس لهم أي دخل في هذه في ملفات اللجوء، وقدموا مسودة لمكتب الهجرة بين قوسين البنف، يطالبون فيه كما ذكرت سابقا بمعاملة اليمنيين مع كمعاملة الأوكرانيين والسوريين، حيث أن اليمن تعيش كما تعلم أسوأ وأسوأ بكثير من أوكرانيا أو سوريا. الوقفة طبعا كان عدد الأشخاص حوالي 150 شخص حقيقة، وهذا يعني عدد لا بأس به هنا في ألمانيا بعد إصدار تصاريح من مكتب الهجرة بالوقفة، وحاليا ننتظر الرد من مكتب الهجرة، والذي إن شاء الله يكون رد يأتي ثماره ومشرف. وكأن التصاريح فيها صعوبة. لا مش صعوبة، بس في كثير منظمات وفي كثير تصاريح، وأنت عارف ألمانيا دولة بيروقراطية كلها كما تعلم، تصاريح تصاريح في أي شيء، في أي شيء لازم تصاريح. هنا طيب، هل هذه هي الوقفة الأولى؟ هذه الوقفة ليست الأولى، كان في وقفة سابقة في ميونخ وأتت ثمارها حقيقة. كيف؟ في ميونخ قطعة أخرى حدثت نفس الوقفة وأتت ثمارها، والطالبين اللجوء اللي تم رفضهم حقيقة جميعهم استلموا الإقامات، وتم تمت العملية بنجاح المحاكم الألمانية ترفض الطلب يعني، وتقول إن اليمن بلد آمن. نحن نتمنى أن يكون البلد يعني آمن، ولكن ما مبررهم لذلك؟ للأسف. للأسف الشديد أخي الكريم، هناك يمنيين هنا في الداخل الألماني يقومون برفع تقارير بأن صنعاء آمنة وتعز آمنة وجميع المحافظات آمنة، وهؤلاء أشخاص يمنيين يتبعون أحزاب وميليشيات كما تعلم في الداخل، للأسف الشديد. نعم، الصحفي عيسى البرطي، شكرا جزيلا لك.